رأسية أيوب الخالقي وهدف أول لفريق الوداد البيضاوي. نتابع مرة أخرى الهدف لجا من ضربة ثابتة. فريق الوداد البيضاوي سيتمكن بعد ذلك من تسجيل الهدف الثاني على بعد 15 دقيقة من نهاية الجولة الأولى بواسطة الإيفواري محمد سانوغو فييرا الذي عزز صفوف فريق الوداد البيضاوي القلعة الحمراء هذا الموسم. إذن سانوغو فييرا هو الذي سجل الهدف الثاني لفائدة فريق الوداد البيضاوي. يعني فراغ كبير على مستوى الدفاع ديال فريق النادي القنيطري قبل أن يتمكن عمر نجدي خلال الجولة الثانية من إضافة الهدف الثالث. سرعة ديال عمر نجدي يعني سريع عمر نجدي اللي جا وراء ظهر المدافعين ويتمكن من إضافة الهدف الثالث. فوز مستحق لفريق الوداد أمام الأنصار. بطبيعة الحال الفوز يمكن غادي يكون بمثابة حافز كبير لفريق الوداد البيضاوي باش يمكن يكون تصالح ما بين الفعاليات ديالو كاملة، لأنه تشوف فريق الوداد البيضاوي من الموسم الماضي هو تعاني مشاكل لا مع الجمهور لا مع المسيرين لا مع الأطور.